متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. تبقى الأجواء مستقرة اليوم في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام أو أعلى بقليل. الأجواء تكون غالبا مشمسة، ربما تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية، أحيانا تكون الأجواء باردة نسميا عموما، لكنها تكون مائلة للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تبقى الرياح اليوم جنوبية شرقية ما بين معتدلة إلى نشطة السرعة. نشاط هذه الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة أثناء نشاطها بمشيئة الله تعالى. درجة الحرارة اليوم في العاصمة عمان والأجواء تكون غالبا مشمسة إلى صافية، درجة الحرارة العظمى 15 درجة مئوية. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة. نبدأها شمالا من مدينة إربد، تكون العظمى حوالي تقريبا 20 درجة مئوية، لكن الصغرى 8 درجات، جرج 18-9، أجدون 18-9، المفرق 17 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الوسطى عمان 15-7، السلط 18-11، مأدبة 17 إلى 6 درجات، والبحر الميت من 23 درجة مئوية في ساعات النهار، تهبط الصغرى إلى 12 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 16 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في الكرك 15-5، الطفيلة 15-9، في معان 16 إلى 4 درجات مئوية، في الشراء من 14 إلى 7، وفي العقبة ترتفع العظمى إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن الصغرى ليلا حوالي 14 درجة مئوية. شرقا في أرويشت تكون العظمى 17 إلى 3 درجات مئوية. نلاحظ برودة الأجواء في ساعات الليل، ولكنها تبقى باردة إجمالا ليلة السبت على الأحد. الصفاوي 17 إلى 3، وفي الأزرق من 18 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 6 درجات مئوية. انتظرونا طبعا اليوم في المزيد من النشرات الجوية ونشرة الأحوال الجوية الأسبوعية التي تتحدث عن الطقس المتوقع هذا الأسبوع، الذي سيكون هناك تباين كبير في الأحوال الجوية ما بين بداياته ومنتصفه ومع نهايته. هناك توقعات باندفاع كتلة هوائية دافئة غير اعتيادية، لكنها متبوعة إن شاء الله بانكسار انحباس المطر. تفاصيل أوفى في هذه النشرة الجوية خلال ساعاتنا هذا اليوم، النشرة الجوية الأسبوعية. دمتم بخير، إلى اللقاء.